من القاهرة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح ينضم إلينا الآن من هناك. بعد تحية دكتور، ما بين هذه الصدمة الألمانية على لسان وزيرة الخارجية وهذا التنديد من قبل فرنسا على لسان رئيسها ومطالبات فرنسية ألمانية بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وأيضا إدانة إسبانية، ما الذي يمكن أن نقرأه في ارتفاع وتيرة النبرة التي تتحدث بها أوروبا تجاه إسرائيل؟ يعني بالكلمات والمعاني هذا في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يكون هناك تغير في السلوكيات وسياسات هذه الدول. أنا أسمعك، هل تسمعني؟ ألو دكتور جمال، هل تسمعني؟ أنا سمعتك وبصدد الإجابة. تفضل دكتور. أنا أحب أقول أنه يجب أن يكون هناك تغير في سلوكيات وسياسات هذه الدول في الواقع العملي. فمثلا هذه الدول مطالبة بأن توقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وأن تغير موقفها في محكمة العدل الدولية وتقف مع الحق الفلسطيني وتغير موقفها في هذين البعدين قضائيا وعلى صعيد توريد الأسلحة. يعني هل حضرتك تتحدث فقط عن هذه المساحة فقط الدعم العسكري أم أيضا أنه لابد أن يكون هناك أيضا تحرك سياسي من قبل هذه العواصم المختلفة تجاه إسرائيل؟ نعم، وهذا هو البعد الثالث، البعد السياسي، الاعتراف بدولة فلسطين دون تردد ودون تأجيل. ولكن طبعا أنت تتكلم عن هذا الحدث المتصل أمس بالجريمة الإسرائيلية الجديدة، وطبعا نحن نقول أنه يجب أن تثبت موقفا عمليا يتجلى في ثلاثة محاور: ميدانيا وقف الأسلحة، قضائيا تغيير موقفها في محكمة العدل الدولية، سياسيا الاعتراف بدولة فلسطين. طيب، هذه المساويات الثلاثة كيف يمكن دفع هذه العواصم إليها دفعا، وضعا في الاعتبار دكتور جمال أنه اللغة التي تستخدمها هذه العواصم الآن أصبحت متقدمة بحسب كثير من المحللين، يعني وصلت إلى مرحلة إدانة مباشرة لإسرائيل ربما لم تكن موجودة من قبل؟ نعم، لأن إسرائيل يعني تورطها وتصبح شأنها أمام العالم، خصوصا وأن انفلات إسرائيل في مجال ضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ولا بل حتى اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي نفسه التي تعاهدت فيها باحترام حقوق الإنسان، هذا يحرج هذه الدول وتراها بين فترة وأخرى مندفعة إلى تصريحات من شأنها امتصاص عدم الرضا على المستوى الشعبي ورفع العتب عن نفسها، ولكن نريد خطوات عملية تظهر أن نيتها صادقة في التغيير السياسي. هذه الخطوات العملية دكتور جمال، هل يعني تتحدثون أو يتحدث الجانب الفلسطيني مع هذه العواصم فيها بشأنها؟ بلا شك، هذه في صلب الحديث مع هذه الدول، ويعيننا في ذلك أيضا الدول العربية منها مصر والسعودية وكل من يحاور هذه الدول. نأمل أن يكون هناك وسائل ضغط على هذه الدول باتجاه تغيير موقفها الذي يشكل شبكة الأمان للاحتلال الإسرائيلي ويمد إسرائيل بحبل التمادي بهذه الجرائم. إذن أنت تعتقد دكتور جمال أن هذه العواصم يعني تحاول إحداث نوع من التوازن في علاقاتها مع إسرائيل ومع القضية الفلسطينية، وبالتالي ما هو الأمر الحاكم الذي يمكن عنده وعند هذه النقطة أن تتحول مواقف هذه الدول إلى يعني مواقف عملية وإجراءات عملية على الأرض؟ هذه الدول تفهم لغة المصالح والمال والضغوط الاقتصادية، ولدى العرب من هامش المصالح والتعامل مع هذه الدول الشيء الكثير، ومن شأن الدول العربية أن تلقي بثقلها الحقيقي في كفة الميزان لصالح الشعب الفلسطيني. يكفي التلويح بإلغاء صفقة تجارة كبيرة حتى ترعوي بعض هذه الدول، هذا من الأشياء البسيطة المطلوبة، وأن ترى موقفا عربيا يفهم إسرائيل أن المضي قدما في هذا الاتجاه يغلق أي فرصة للسلام مع العالم العربي، طالما إسرائيل ماضية في هذا الطريق، طريق استباحة الدم الفلسطيني. امبارح فعصوا أحد الشباب في الدبابة، كان شاب جريح مقيد اليدين ومشوا فوقه بالدبابة حتى لم يعد له معالم معروفة كإنسان، لم يرتكب فظاعات لم يشهد لها التاريخ الإنسانية مثيلة.
دكتور جمال، يعني تعلم حضرتك أنه معظم الأحاديث في الأروقة السياسية الآن وكل المجهودات في المنطقة العربية للوصول إلى هدنة وقف إطلاق النار، ما الذي تقرأه أنت في ألمانيا من خلال ردود الأفعال؟ هل نحن أصبحنا قريبين بشكل أو بآخر من الوصول إلى اتفاق؟ هذا ما نأمل. من الواضح أن إسرائيل تسعى لتخيير حماس بين ماء وجهها ومحاذير التراجع من ناحية، ودم الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى. الدول العربية تطاوب نيابة عن حماس التي عندها الرهائن، والخيارات هي أن تتراجع حماس تحت الضغط الإسرائيلي وضغط يعني إلحاح متطلبات قدوم رمضان، أو أن تستمر في ذلك والإسرائيل تضغط بطريقة لا أخلاقية وتبتز وتقتل كما تشاء حتى تخير فعلا حماس بين ماء الوجه ودم الشعب الفلسطيني. وهذه خيارات ليست سهلة بل صعبة. شكرا جزيلا من دوسلدورف الألمانية دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح لكل هذه الإيضاحات.